الله الرحمن الرحيم كما كعرف الجامع مقابله ما كانت سهله ضد فريق اللي كيقلب الانتصار تاهو باش يمشي في مشي تسلق صبوره الترتيب وصحح المركز ديالو. الحمد لله خدنا مقابله حتى لاخر نفس تمكننا من التسجيل حتى الدقيقه الاخرى. كنبغي نشكر الرجال وكنبغي نشكر الزمالك اللي جات ساندتنا رغم المسافه الكبيره، والحمد لله ثلاثه نقاط. دابا نفرحوا اليوم ونفكروا غدا في الماتش اللي جاي كونتر اتحاد طنجه باش ناخذوا ثلاثه نقاط في الميدان ديالنا اللي تخلينا نشوف بطوله وطنيه ان شاء الله ونوصلوا للوبجيكتيف اللي خدامين عليه من بدايه العام. صار كما شتي اليوم كانت مباراه صعبه، حاولنا نحققوا فيها ثلاثه نقاط. الدراري كانوا اليوم رجال تقاتلوا وجابوا ثلاثه نقاط اللي مهمه غتخلينا نمشيو في لاكور ديال البطوله. كان ما سافناش في شي مقابلات قبل، ما سافناش لحد كنا تنكونوا رابحين وتنرجعوا التعادل. اليوم الحظ كان معنا، سجلنا هدف في اخر دقيقه عطانا ثلاثه نقاط اللي مهمه. وكنشكر الجمهور الجديد اللي جا ساندنا، وان شاء الله عندنا مباراه مع طنجه يوم الاربعاء غتكون هي مباراه صعبه، وغنمشيو ان شاء الله باش نحققوا ثلاثه نقاط ونبقاو ديما في المقدمه.